حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة جاءني السؤال: كيف نعالج مشكلة الالتفات المتكرر للحياة المادية؟ أيها الأحبة، لقد شغلتنا الدنيا كثيرا، أصبح الهم الأكبر لنا أن نعيش أطول مدة ممكنة، أن نحصل على أكبر كمية من المال، أن نحصل على أفضل صحة وأكثر سعادة، وأن نبني في هذه الدنيا قدر ما نستطيع. الحقيقة أحبتي في الله، القرآن يحذرنا من الدنيا. القرآن يحذرك أخي الحبيب أن تنغر في هذه الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا التحذير شديد جدا من الخالق عز وجل يحذرنا، يقول: إياكم أن تلتفتوا لهذه الدنيا، لأن هذه الدنيا هي فترة اختبار، فترة ابتلاء أو بلاء، يجب أن تلتزم بتعاليم الله عز وجل. يجب عليك أيها الإنسان الذي مكنك الله في هذه الدنيا أن تستثمر كل ثانية في ذكر الله، والرزق على الله سبحانه وتعالى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا أحبتي في الله كيف أمر الله حبيبه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ هل قال له: ابني واعمل وانشغل بالدنيا؟ لا، قال له عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه الآية ينبغي أيها الأحبة أن نحفظها حقيقة: لا نسألك رزقا. ينبغي أن تعتقد يقينا أخي الحبيب أن رزقك في السماء، ينبغي أن تعتقد جازما أن رزقك قد كتب وأنت لا زلت جنينا، طولك 1 سنتيمتر عندما كان عمرك 42 يوما، كتب كل قرش ستكسبه، كتب كل عمل ستقوم به. لذلك لا داعي أن نلهث وراء هذه الدنيا، فرغ أفضل أوقاتك لله عز وجل. طيب، ما هو العلاج؟ إنسان انشغل بهذه الدنيا، كيف يعيد بوصلته باتجاه الآخرة؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب، لنفرض شخص يريد الدنيا، ماذا يفعل؟ خلي قلبك، اجعل قلبك متعلقا بالله، حتى إذا أردت أن تعمل قل: أنا أعمل لأتقوى على طاعة الله. إذا أردت أن تأكل قل بينك وبين نفسك: أنا الآن آكل لأتقوى على طاعة الله والدعوة إلى الله. كل حركة من حركاتك ينبغي أن تكون لله عز وجل. القضية قضية نية أيها الأحبة، أن تغير النية، تغير نيتك، والنتيجة واحدة صدقوني: الرزق واحد، الرب واحد سبحانه وتعالى، المصير واحد، لن يتغير. إذن ينبغي عليك أن تلجأ إلى القرآن. طيب، كيف أترك الدنيا وأترك ملذاتها ولكن بنفس الوقت أنا أريد الآخرة ولا أريد أن أنسى نصيبي من الدنيا؟ القضية بسيطة جدا أيها الأحبة. سيدنا سليمان عليه السلام آتاه الله من الملك ما لم يؤتي أحدا بعده، قال رب هب لي ملكا لا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن طلب المغفرة أولا ثم طلب الدنيا، هناك أولويات لدى الأنبياء أحبتي في الله. كل هذا الملك الذي أعطاه الله لسيدنا داود وسيدنا سليمان، أيضا سليمان هو ابن داود عليهما السلام،
هذا الملك العظيم سخر له الجن والعفاريت، سخر له الريح، ألان له الحديد، كان لديه تكنولوجيا متطورة في صناعة الحديد وتشكيل الحديد، سخر له الجبال، علم منطقة الطير، كان يعلم اللغة التي تتحدث بها الحيوانات. يعني أحبتي في الله، كل هذا الملك لم يشغله عن ذكر الله. والله سبحانه وتعالى اعتبر سيدنا سليمان من الأنبياء الكرام الصادقين الشاكرين لله تبارك وتعالى. عندما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده بلمح البصر في طرفة عين، رآه مستقرا عنده، ماذا قال؟ لم ينغر ولم يتكبر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن أيها الأحبة، القضية ليست قضية مادية، صدقوني، والله قد يكون لديك مليارات ولكنك لا تتمتع بالسعادة، وقد تكون الديون والهموم والمشاكل تحيط بك وأنت أسعد الناس بسبب قربك من الله، بسبب نظرتك لله. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. يجب أن نظن بالله خيرا، يجب أن نظن أن هذا إله كريم، إله قادر، ولكن ينبغي علي أن أصبر، لا أن أستعجل، لا أن أظن أن الله غير قادر على الرزق أو غير قادر على الشفاء أو غير قادر على أن يكشف عني الضر. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل على عبد من عباده ضرا أو مشكلة أو هما أو مرضا أو نقص مادي أو ظلم معين أو مصيبة معينة، هذا دليل محبة من الله لك، يريد أن يبتليك، يريدك أن تقول: يا رب، كيف يأتي بك الله سبحانه وتعالى؟ كيف يقربك له؟ كيف يكسبك محبته؟ والله يحب الصابرين. إذن من أكثر الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أعمال القلوب أقصد، الصبر. الصبر عمل قلب وليس عمل لا يحتاج إلى عضلات أيها الأحبة، ولا يحتاج إلى جهد. الصبر أن تصبر على مصيبة معينة. عندما تترك هذه الدنيا وتنظر إلى الآخرة، القضية أيها الأحبة هي تغيير وجهة نظر فقط. يعني أنا حياتي التي أعيشها فقط أنا غيرت وجهة نظري، بدلا من أن أجلس الآن يعني أفكر بهذه الدنيا من حولي، أنا أفكر بالآخرة، أفكر بلقاء الله عز وجل، كيف سألقى الله، كيف ستتنزل الملائكة يوم الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنا متلهف لهذا اللقاء، لقاء الملائكة أيها الأحبة. هذا هو الفرق فقط. لذلك تجد أي هم أي مشكلة تعصف بالمؤمن لا يبالي، صدقني. لماذا؟ لأن لديه هم أكبر، من كان همه الله كفاه الله سائر الهموم. من شغله القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من كان همه القرآن كفاه الله كل شيء. بينما الذي تجد أن الدنيا همه يخيفه الله من كل شيء ويسلط عليه كل شيء، وبالنتيجة لا يأخذ إلا ما كتبه الله له. لذلك أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء لا أطيل عليكم، القضية بسيطة جدا، أن تحول نظرتك من الدنيا للآخرة فقط. ونتذكر هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا الذي يريد العاجلة أي الدنيا سيصلى نار جهنم. انتبهوا أيها الأحبة، الذي يهتم بالدنيا ويترك الآخرة
لذلك قال تعالى اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.